بنتحدث عن الاستخدام الحضاري للطريق. يعني من خلال هذا المجلس نحن عندنا محاور، لو تحدثنا عن الأسباب يعني اللي مؤدية للحوادث. عندنا اليوم تحصل ولد عمره 12 سنة وابوه عايمينه وخليه يسوق لشو ما تعرف، ولا والله يبى شيء يقول له والله روح جمعية ولا روح سوبر ماركت. فأنا أعتقد أن دور الأسر المفروض أنه يعني لحد الولد ما يوصل سن اللي يسمح له القانون أنه يسوق السيارة، المفروض ما يسوق السيارة. الأسباب الرئيسية في الوقت الحالي أو العصر الحالي اللي هو التليفون، وجود وسائل التواصل اللي الشخص أصبح مدمن عليها حتى ما يقدر يبطل أو ما يقدر يوقف عنها حتى هو يسوق. الشيء الثاني اللي هو ممكن التعب، الشخص مثلا ممكن يسوق السيارة وهو تعبان ولا يحاسب مثلا، ويحصل خاصة في أوقات بعض السنوات الأخيرة اللي عندنا كثرة الضباب فيها، هاي تأثير كثرة الضباب وعدم ترك المسافة، لأن بعد أيضا منها عدم ترك المسافة الكافية. نحن مثلا نتكلم عن فئة الشباب، عندنا نوع من أن ما ناخذ احتياطنا في الأمور. مثال إذا بنظهر مشوار وعندنا موعد على الساعة 10:30 9 بنطلع، بنكون متأخرين وبنستعجل في الخط. أنا أروح مع ناس يأخذ الجهة اليسار ويركز عليه، يقول لك إذا بيتجاوز خليه يروح من اليمين، يعرضون نفسهم للخطر ويعرضون الآخرين. البداية نحن قلنا السواقة فن وذوق وأخلاق، وهي ثقافة في نفس الوقت. ثقافة لازم تنغرس في الشخص بنفسه من طبعه من أخلاقه، لكن يبتدي من الأساس الأسرة في البداية، وبعدين ولله الحمد يعني الآن يوصل حتى يأخذ الليسن ما يتجاوز، لازم يكون سير قانوني والنظام موجود وفي معاهد يأخذ يعرف كل إشارات وكل الاختبار المطلوب، ما لا يمكن يتجاوزه حتى يأخذ الليسن. اليوم عندنا جزئيتين مهمات، جزئية ما تبذله الحكومة وجزئية نوعية الشباب أو البشر القائدي المركبات اللي موجودة في الشارع. أنا كشاب عمري 18 سنة ما بسأل ليش قاعدة تبذل دولتنا وشيوخنا الكرام هذه المبالغ لمن؟ أنتم اللي هم بنات الوطن اللي بيبقى في هذه الأرض الطيبة، إذا كل هالمبالغ قاعدة تصرف على منو؟ قاعدة تصرف علينا. لازم تتوقع أخطاء الآخرين. كيف؟ لا تقول إن هذاك اللي هو يعرف، أنت اللي أنت مفروض أنك أنت تعرف وتخلي غيرك هو اللي هو ما يعرف. ليش؟ لأن إذا أنت ما خليت الثقة في نفسك وعززت الثقة الناس ما بتحافظ عليك. مع تمنياتي للجميع بالسلامة على الطريق في حلهم وترحالهم. الحقيقة نحن في دولة الإمارات أسرة وحدة، مؤسساتنا وشعبنا ومواطنينا والمقيمين معانا على هذه الأرض الطيبة، نتمنى من الجميع التعاون وتوافر الجهود فيما يهم أمننا ومصلحتنا وسلامة أبنائنا وسلامة من يكون على أرض هذه البلد الطيبة. نشكركم جميعا ونشكر محاضرينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.